بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن الرحيم، الجواد المحسن الكريم، الذي جعل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي الأمين والرسول الكريم، كان أجود الناس وأكرم الناس، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وما سئل شيئًا قط فقال لا، بل كان يقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أحبائي في كل مكان، أهلاً ومرحباً بيكم في أولى حلقات باب جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فاتحة خير وبركة إن شاء الله. أبواب الخير كتيرة جداً، لكن تظل فكرة الإنفاق والتصدق هي الأهم والأقوى. طب ليه؟ لأنك لما بتدخل السرور وترسم الفرحة على وشوش الناس اللي نفسها تفرح، ده باب عظيم من أبواب الخير. أو إنك تساعد حد محتاج للمساعدة، ده باب كبير من أبواب الخير. أو إنك تخفف من متاعب الحياة على الناس اللي بتفتقد وتفتقر لمقومات الحياة، ده باب من أبواب الخير. توفير حياة كريمة لأهالينا في قرى ونجوع مصر، ده من أكبر أبواب الخير. إحنا عندنا هدف مهم ورئيسي في برنامج باب جنة، إن إحنا عايزين نذكر بعض وناخد بإيد بعض علشان نقدر نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونخرج من الدنيا دي إلى روح وريحان ورب غير غضبان إن شاء الله. ومفيش شك إن الصدقة أحد أكبر أبواب الخير والتقرب إلى الله. تعالوا نسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه عن قيمة التصدق والإنفاق، وإزاي اعتبره طوق نجاة قبل الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني يا أيها المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنفقوا مما رزقكم الله قبل ما يجي اليوم اللي لما تشوف فيه علامات الموت خلاص تقول وانت ندمان: يا رب لو تأجل موتي وقت قصير حتى علشان أتصدق من مالي وأكون من الصالحين الأتقياء. نلاحظ إنه ما قالش يا رب أخرني مثلا فأصلي. طيب ليه؟ لأن الصدقة من أكبر البراهين والأدلة على صدق إيمانك بالله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. البرهان والدليل ده هو اللي بيخلينا ان احنا نقول ما كانتش صدفة لما نشوف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتسابقوا كأنهم داخلين في ماراثون في فعل الخير والإنفاق في سبيل الله. وما كانتش صدفة أبدا لما ينفق الصديق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله في القصة المشهورة اللي رواها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. هو كان عنده مال ومبسوط أنه هو هيدخل
في المنافسة دي. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. جت لي الفرصة بقى علشان أسبق أبو بكر، لأنه كان بيحاول ينافس سيدنا أبو بكر في فعل الخيرات المختلفة. فبيقول فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، خليت عندي زي دول. فبيقول وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. إيه الجمال والعظمة دي؟ إيه المعاني العظيمة دي؟ شوفوا رد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. تخيلوا واحد تركته كلها لأولاده هي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أعظم من هذا الميراث؟ تخيلوا واحد تركته كلها لأولاده هي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أعظم من هذا الميراث؟ ولكن هنا سؤال مهم جدا، هل معنى كده أن التصدق بشيء بسيط بيكون ثوابه قليل؟ لا والله. والدليل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، يا عائشة اتقي النار ولو بشق تمرة، نص تمرة. تخيلوا حضراتكم نص تمرة تكون وقاية للإنسان من النار. أيوة، وفي قصة ودليل على كده. اسمع القصة. روي أن السيدة عائشة رضي الله عنها اشترت جارية، فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخرج هذه الجارية من بيتك فإنها من أهل النار. فأخرجتها السيدة عائشة وأعطتها شيئا من التمر، يعني أعطتها شوية تمر كده علشان تبقى تأكلهم في الطريق. فأكلت الجارية نصف تمرة وتصدقت بالنصف الثاني إلى فقير، شافت فقير في الطريق فدته النص الثاني. فجاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن ترد الجارية، فإن الله أعتقها من النار لأنها تصدقت بنصف تمرة. هو ده يا جماعة ديننا الحنيف، بساطة ويسر في كل شيء. نصف تمرة تعتق بها رقبتك من النار وتدخل الجنة من أبوابها. شربة مية منحت لكلب كانت سبب في دخول الجنة. أبواب الخير والله كتيرة جدا، بس يلا بينا نبدأ. وإياكم أنكم تستصغروا عمل أو تبرع في الخير ولو بسيط جدا، لأن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى لو تعلمون عظيم. اللهم يا مقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، يا من أحصى العباد وعدهم عدا، لا تجعل دعاءنا ردا ولا عيشنا كدا، ولا تجعل أحدا منا لغيرك عبدا. اللهم إنا استودعناك أنفسنا وأهلنا وأحبابنا، فإنه لا تضيع عندك الودائع. اللهم أجرنا والطف بنا واحفظنا واحفظ أهلنا، واكفنا جميعا شر الأمراض وسوء الدنيا وما فيها. يا رب قد جئناك سائلين، فلا تردنا خائبين. اللهم آمين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.